قصص لينا معروف والقصص لينا معروف والمشاريع الكفوف والمشاريع الكفوف. انا خالد صبري متضامن مع اهل شارع المصابين ومشاركين من يوم الغدا في الصاله المصريه. انا اللي انا ماسكه النهارده انا على طول بجيبه بس بطور له على حسب ما هم بيطوروا في القضيه وبيطوروا القاضي. انا بطالب هو ده حقنا، بطالب بالاعدام باقصى عقوبه اللي هي الاعدام، وده القصاص حق الدم بالدم، ربنا اللي قال كده مش احنا. بس المهم ان القاضي، هل القضاء اللي قاعدين جوه على المنصه دول مش من مصر؟ يعني ما شافوش حاجه؟ الدليل عند مين؟ الدليل عند النيابه، والنيابه بتاعت مين؟ النيابه كانت بتاعت النظام السابق. يعني هم محدش كان يقدر يتكلم معاهم، محدش كان يقدر يكح معاهم. فالنهارده هم حرقوا الدليل وحرقوا كل حاجه. القاضي اللي بيحكم ما عندوش يقين ان الراجل ده قتل وظلم وحبس ويعني 30 سنه في استعباد؟ هو مش الشعب المصري برضك، ولا احنا جايبين قاضي من الصين؟ فاحنا عايزين نعرف الدم اللي بيجي فاروق ده دم ايه؟ فدي قضيتنا لغايه النهايه، ومش هنقدر اقل من الاعدام. على ابو سريع عشماو الثوره، عايز اوصل رساله للقضاء، يا قضاء مصري اللي قلته فتره كتيره من الزمن ان احنا قضاء مصري شامخ، قضاء مصري ليس شامخ، قضاء مصري ليس عادل. كان الشعب المصري بيريد ان يسمع كلمه عداله من القضاء المصري. القضاء المصري مسيس، القضاء المصري عميل لامريكا واسرائيل واوروبا، وكل كلمه ينطق بها القضاء المصري مش هتمشي علينا. هم عايزين مصر فوضى واحنا بنرفض الفوضى. بس محمد حضرتك النهارده متضامن مع اهل الشهداء حضرتك عشان يجيب حق الشهداء، فنزل لحضرتك شفاه دوت عباره عن مجسم للقفص اللي جوه اللي قاعد فيه المبارك. فانا حبيت اعمل مجسم زي اللي جوه بالظبط، عايز يكون في وسطنا هنا بره، عايز نعبر عن نفسنا شويه، عايزين نطلع اللي في قلبنا، نطلع الغل اللي في ننفذ شويه على اللي في قلبنا جوه. كنا عارفين ان مبارك جوه مش هيتحاكم، مبارك هيطلع براءه، وعارفين ان النهارده هيطلع بكره هيطلع. قال ما فيش دليل حضرتك في القضيه زي ما انت حضرتك عارفه، هو هيطلع. فهم كل اللي حضرتك شايفاه دوت هم بيضحكوا علينا بيه وبيضيعوا وقت بيه على السحر نفسي. بس عايز اقول لهم احنا مش هننسى، عايز اقول لهم احنا مش هننسى، وهنفضل متواجدين على طول لحد ما نشوف مين قتل الشهداء دول. قال مبارك قتل وعليه دليل حاكموه، معلوش دليل طلعوه شوفوا مين اللي قتله.